كلمة مهمة لازم أنا وأنت نسمعها على باب السماء. والكلمة دي إذا أنت أو أنا ما سمعناهاش على باب السماء يعني لا باسورد بتاع السماء، تحت باب السماء كلمة مهمة. إذا ما سمعتهاش يعني أنت سمعت مقفولة، هي إيه؟ نعم لك أيها العبد الصالح الأمين، كنت أمين في الخليل أقيمك على المسير، ادخل إلى فرسين. ده الباسورد بتاع السماء. إذا سمعتها يبقى باب السماء اتفتح، وإذا ما سمعتهاش يبقى بعد 1000 شهر باب السماء مقفول. متى 12. وعلى فكرة الكنيسة من حبها للآية دي حطيت لنا إن آباء الكهنة يوم نيابتنا أو يوم ما نمشي السماء يعني الفصل ده بيقرأ على الكهنة اللي هم بيتنيعوا واللي بيقولوا له في الفصل ده كنت أمين في القليل أقيمك على الكثير وادخل إلى فرع سيدك، وكأنه الكنيسة بتقول لربها يسوع إن أقول لك إنسان أمين في خدمته افتح له باب الفردوس، افتح له باب السماء. في لوقا 12 يقول من هو الوكيل الأمين الآيه الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده، طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده مستجدا. إذا في صفتين مهمين للوكيل، الصفة الأولى صفة الإيه؟ إنه يكون أمين ولازم يكون إيه؟ ولازم يكون حكيم. الوكيل أمين وحكيم. إحنا كلنا وكلاء، أنا وكيل وأنت وكيل وأنت وكيلة. فلازم كلنا كوكلاء يكون عندنا صفتين مهمتين، صفة الأمانة وكيل حكيم وإيه؟ وأمين. وإحنا كلنا بنميل إلى الشخص الأمين، يعني أنت النهارده لما بتشغل حد معاك في البيت بتطمني عليها لأنها لازم تكون ست إيه؟ أمينة، لأن هتسرق مش كده؟ ولازم تكون كمان حكيمة لأن هتضيع عليك الدنيا. وكمان إحنا لما يجي يضربوا لنا التليفونات أصحاب الميوزك إيجنت وأصحاب التكاتين أقول أنا عايز حد يشتغل معايا. بس أرجوك يا منى لازم يكون إيه؟ أمين. فكلنا يعني نحب صفة الأمانة، لأنه الأمانة هي اللي بتدخل السماء. الآية بتقول من هو الوكيل الأمين الحكيم، وتقفلنا الكنيسة في ظلال نصف الليل عشان كلنا نقوم كده ويعني نصلي. اللي مش جايين لهم اللي بيصلي طبعا نصلي خلاص، اللي مش جايين لهم يقوم يصلي عشان يصلي الحته دي ويقرا من هو الامين الوكيل الامين الحكيم، وبعدين يصير بسر يقول لربي خليني وكيل امين وايه وحكيم ايضا. كلنا كامناء او كلنا كوكلاء لازم نقف قدام ربنا نسال، لازم انا وانت حط في بالك كلنا اي وكيل هيقف ويسال امام الله. عشان كده بولس الرسول قال لكي يسال كل وكيل لكي يوجد كل انسان امين. هتقف الوقفه دي خلي بالك، انا وانت هنقف الوقفه دي وهنسال امام الله عن الوكاله اللي ادهالنا ربنا. هنسال كل واحد فينا ربنا يقول له اعطيني حساب ايه؟ وكالتك. اذا انت امين في وكالتك تجبت وربحت يا بختك ادخل الى فرسيه. اذا انت وكيل غير امين وغير حكيم وتجبت وخسرت ابقى انت بعد الشر داخل جهنم. عشان كده يا احبائي في لوقا 12 بيتكلم عن الوكيل الامين، لوقا 16
الأيام شرحنا كيف وكيل الظلم ده، واحد رجل ظالم كان وكيل الأراضي. طبعا انتوا عارفين زمان إن الأراضي لحد دلوقتي في واحد بيدي وكيل للأراضي، وبعدين الوكيل ده كان رجل حرام يخمصر من زين، ويمشي للراجل الفلاح يقول له الارض دي بتجيب كم قمح كم اعداد قمح، الفلاح يقول له مثلا بتجيب 80 اعداد، يقول الوكيل الظالم الحرامي ده يقول له لا دي بتجيب 100، يا عم ما بتجيبش 100 بتجيب 80، يقول له لا بتجيب 100، عاجبك عاجبك مش عاجبك مش هاجر لك. يقوم اضطر الفلاح يديله 100 حق ال 20 بتاعته المفروض ياخدها، يقوم يخسرها الناس. ويمشي الواحد فلاح تاني يا عم الزيتون ده يجيب كم قرن زيت كم رط، يقول له مثلا 80، يقول لا يجيب 100، يضطر يجيب له 100. فكان وكيل حرام. مين سمع بيه؟ سيده، سيده سمع بيه قال له انت وكيل حرامي، لا لحد هنا انا اسف، سلم العقده بتاعتك عشان لم تعد بعد وكيل، لانك انت يعني وكيل مش امين. فقام الرجل الوكيل الحرام ده قال ايه؟ قال ان سيدي ياخذ مني الوكاله واستحي ان استعطي، خلاص انا كده هترفد، انا لازم اعمل حاجه، وانا لو انت رفدت هكون اشهد من الناس، لا انا لازم اعمل حاجه. هتعمل ايه يا وكيل يا حرامي؟ قال انا لازم اتوب على اخر ايامي. ما زال الاختام معاه والاوراق معاه، فابتدى يجيب الناس، انت يا عم تعال الارض تجيب كام؟ يقول له انت كاتب لي 100 وهي تجيب 80، يقول له لا يا عم خلاص اكتبها لك 60. طب والباقي؟ يقول له مالكش دعوه ما كانش عارف، انت تعال الراجل الزيت ده يجيب كام؟ يقول له يجيب الارض تجيب زيت مثلا 40. طب انت كاتب لي 40؟ يقول له انا اكتبها لك 20. ابتدى يكون امين في وكالته في اخر ايامه، وابتدى ان يكون حكيم ايضا. ليه؟ لانه ابتدى يكسب الناس، كل الناس اللي خسرته دي وخسر الناس دي ابتدى يكسبهم. فقال لما اترفد يقوم انا فلان عم فلان يقول لي تعال اتعشى معايا، وده يجي يقول لي تعال يا عم فلان اتغدى معايا، فبقى وكيل امين وبقى وكيل حكيم على اخر ايامه. ساعتها بعد ما ربنا قال المثل ده فقام قال وقال من هو الوكيل الامين الامين في القليل امين ايضا في ايه؟ في الكثير. لكن بص ربنا يسوع المسيح بعد ما قال الامين في القليل امين في الكثير، على طول جه بعدها على طول قال ايه؟ الظالم في القليل ظالم ايضا فين؟ في الكثير. وان لم تكونوا امناء امام الظلم فمن الذي ياتي منكم على الحق؟ وبرضه ان لم تكونوا امناء فيما للغير فمن الذي يعطيكم ما هو لكم؟ يعني انت لو ظالم ظالم في حاجه قليله هتكون ايضا ظالم في حاجه كثيره. واذا انت لم تكن امين في مال الظلم، اذا انت فلوس العشور دي انت مش امين فيها، من يأتمنك على الحق؟ واذا ما ادتش كل انسان حقه انت تطالب ربنا ازاي اللي يديك حقه؟ اذا في لوقا 12 من هو الوكيل الامين الحكيم الذي يقيم سيده على عبيده؟ وايضا يقول في لوقا 16 على وكيل الظلم اللي تاب في اخر ايام. في لوقا 19 بيتكلم عن مثل الابناء. ايه هم الابناء دول؟ واحد راجل سيد عنده 10 عبيد نداهم واعطى كل واحد من العشر دول امنا. امنا دي زي يعني مبلغ من المال. فقال لهم تاجروا بالابنة دي وانا هرجع تاني وهحاسب كل واحد فيكم عن الابنة اللي انا اديتها له. فقام رجع من السفر جاب الاولاني قال له ربحت كام؟ قال له ادتني امنة واحدة انا كسبت 10 امنة. قال له برافو عليك 10 على 10
قال له أديت الكامل اللي أديتني أمة واحدة وسبت خمسة. قال له برافو عليك أقيمك على خمسة. جاء الأخير قال له أديت الكامل، قال له أديتني أمة واحدة عملت فيها إيه؟ قال له صراحة كده أنا خفت منك وقمت جبت الأمة وأنا أخذتها أو حطيتها في تحميل وأنا تجاوزت بها وما رحتش. في نفس المثل بتاع الأبناء ده يقابله مثل ثاني في متى 25. متى 25 بتتكلم عن مثل الوزنات. ايه هو مثل الوزنات؟ مثل الوزنات مش اعطى كل واحد وزنه واحده، لا ده اعطى كل واحد يختلف عن الثاني. يعني ادى واحد خمس وزنات وادى واحد وزنتين وادى واحد ثالث وزن واحد. وقال لهم تاجروا وهرجع احاسبكم. طب في فرق بين الراجل بتاع الابناء وفي فرق بين الراجل بتاع الوزنات، ايه الفرق؟ الراجل بتاع الابناء ادى كل واحد ابنة واحدة، والراجل بتاع الوزنات ما اداش كل واحد ابنة واحدة، ادى كل واحد وزنات مختلفة. ادى واحد خمسة، ادى واحد اثنين، وادى واحد واحد. إذا ده معناه إيه الكلام ده؟ معناها إنه ممكن ربنا يدينا أبناء كلنا بقدر واحد، أنا وأنت أدانا وزن واحد، لكن في واحد فينا بيتاجر أكثر ويربح أكثر ويكافأ أكثر، صح؟ بالرغم إن إحنا ماخدين كل واحد زي بعض، لكن في واحد بيجاهد عن التاني وبيربح وبيتاجر وبيربح ويكافئ اكثر. لكن مثل الوزنات اللي هو في المادة 25 دي يختلف انه كل واحد مدي اكثر من التاني، انا مديني 10، انت مديك 5، انت مديني 2. اللي مدي اكثر يحاسب اكثر، اللي مدي وزن اكثر يحاسب اكثر. ليه؟ لانه مديك اكثر وزنات المفروض تتاجر اكثر وتتحاسب اكثر. مثلا انت ربنا اداك من العلم قسط كبير، انا ما ادانيش علم، طب انت محاسب اكثر مني، لان ربنا هيقول لك انا اديتك علم كثير عملت به ايه؟ تقول له ما عملتش حاجه تحاسب. انا ربنا ما ادانيش علم فهحاسب اقل. انت ربنا مديك صحه عشان تخدمي وتتاجري بيها، انا ربنا ما ادانيش صحه. انت ربنا مديك اكثر يحاسبك اكثر، عملت ايه بصحتك؟ انت ربنا مديك فلوس تخدم بيها او تعمل بيها عمل خير، انا فقير ربنا ما ادانيش حاجه يحاسبك انت اكثر. اذا كل ما ربنا يديك اكثر كل ما انت ايضا هتحاسب اكثر. نلاحظ في مثل الأبناء الأخير ربنا أداله أمنة واحدة قال له ترجم بها، قال له صراحة أنا خفت حطيتها في منديل ما ربحتش ولا حاجة. في مثل الوزنات برضه أداله وزنة واحدة قال له ترجم بها، قال له خفت منك وأنت دفنت فين؟ في الأرض. الناس اللي ربنا أداهم وزنات ودفنوها في الأرض أو حطوها في منديل سمعوا الكلمة الصعبة يا أيها العبد الكسلان والشرير. اللي مش هيتاجر ومش هيربح وهيسأل ويكون خسران ربنا هيسمع الكلمة الصعبة أنت كسلان وأنت شرير. لكن الناس اللي تاجر وربحوا هيسمعهم ربنا يقول لهم إيه؟ نعم لك أيها العبد الصالح والأمين كنت أمين في القليل أقيمك أيضا في السفينة. إذا في واحد أمين خالص وفي واحد أمين نص نص وفي واحد مش أمين خالص. عشان كده يا أحبائي إحنا كلنا اتفقنا إننا وكلاء، أنت وكيل على بيتك، أنت يوم ما جوزوك رمزوك برمص بتاع الكاهن مش عشان تتعين بيه وتتصور بيه وتتمثل وتعمل، لا برج القرنص ده انت بتسال عليه
انت مفروض تسأل على اولادك، علمتهم يصلوا، علمتهم يصوموا، علمتهم درس الاحد، علمتهم الحان، فتسأل على اولادك. هتقول ايه؟ انت كأم ربنا هيسألك عن عيالك، عيالك اللي ما بيجوش الكنيسة دول ربنا هيسألك عليهم، عيالك اللي قاعدين في الديسكو، وعيالك اللي قاعدين مش عارف في الخمارات وفي محلات القمار، هيسأل كل وكيل عنه. هتتاجر وتربح ولا تقول عن خسارتك؟ هتسأل عن صلواتك، هتسأل عن أصوامك، هتسأل عن عشورك، هتسأل عنك أنت أمين كزوج أو لا. عشان كده يا أحبائي كلنا وكلاء، وكلنا ربنا مدي كل واحد فينا يختلف عن التاني. واحد متجوز هيسأل عن بيته وعياله ومراته، واحد مش متجوز أعذر يسألوا عن نفسه وعن صلاته وعن صومه وعن خدمته وهكذا. عشان كده يا أحبائي تعال نفكر إيه عكس الأمانة. عكس الأمانة إيه؟ كذب، غش، رياء، كسل، تسيب. إذا عكس الأمانة حط مجموعة من الرذائل، والأمانة مجموعة من إيه؟ من الفضائل. من صفات الله الحلوة إنه أمين، أمين في كل شيء. يقول عنه بولس الرسول إيه؟ إن كنا نحن غير أمناء فهو يبقى أمينا. الله أمين في كل شيء، أمين في وعوده، وأمين في كلامه، وأمين في كل حاجة بدها، حتى لو إحنا لم نكن أمناء معه. عشان كده في آخر سفر الرؤيا، بعد ما سفر الرؤيا اتكتب كله، بعد ما الكتاب المقدس كله اتكتب، آخر إصحاح يقول إيه؟ هذه الأقوال صادقة وأمينة. هذه الأقوال صادقة وأمينة، يعني ربنا صادق في كلامه. إيه اللي بيخلي الواحد فينا إنه لازم يكون أمين؟ صراحة كده؟ من غير أي زعل؟ مفيش ولا واحد فينا نقدر نقول عنه انه امين، لا انا ولا انت. ليه؟ تعال قيس نفسك انك امين ولا مش امين في ثلاثه اوراق في الكتاب المقدس، في متى 5، 6، 7 اللي هي الموعظه على ايه؟ الجبل. قيس نفسك من فضلك، ده الهم ورك بتاعك لما ترجع البيت. اقرا متى 5، 6، 7، شوف انت امين ولا مش امين. كلها وصايا، وادي نفسك درجات. كل وصيه في متى 5، 6، ادي نفسك درجات، شوف انت ناجح ولا صالح. لسه في ملاك، طول ما في نفس يبقى في ملحق لسه، وطول ما النفس ده خلاص راح يبقى الملحق خلاص، ما عندكش ملاك. مفيش أمة أمين في السماء، لا، يا إما تسمع نعيم لك أدخل، يا إما تسمع أنت عبد شرير كسلان مع السلامة بره. خلي بالك، هل أنت أمين في صلواتك ولا لا؟ هل أنت أمين في عهودك مع ربنا؟ يا ما أنا وأنت تعهدنا كثير لربنا وخلفنا الوعد وخلفنا العهود. النهارده أنت لما بتمشي بتعترف وتطلع من الاعتراف تقول يا رب انا اعاهدك انه خلاص انا الخطايا دي بطلتها، يعني بطلتها ومش هعملها. صدقني ما يتمش اسبوع وترجع للخطيه تاني. ليه؟ عدم امانه في العهود اللي احنا تعهدناها فيها مع ربنا. اذا كلمه امانه، خلي بالك كلمه امانه كلمه كبيره جدا. اقعد انا وانت نجاهد نجاهد في كلمة الأمانة، لأن دي الباسورد بتاع السماء، لأن دي هتفتح لك باب السماء، وإما دي هتقفل في وشك باب السماء. نعم لك أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمين في القليل وبالكثير ادخل إلى فرع سيدك.
لو اتفقنا احنا مش امناء نعمل ايه؟ لازم تخاف. خاف يا حبيبي، خاف، لانك لو مش امين انت هتطلع بره السما. عشان كده يا احبائي في بعض الناس يقول لك احنا مش بنخاف من ربنا، احنا بنحب ربنا، احنا مش بنخاف منه. لا، لازم تخاف من ربنا. مفيش حاجه اسمها مش بنخاف من ربنا. وصايا وكلام الله عن الخوف في الكتاب المقدس ترعب ترعب. لما يقول هيدخل النار يعني هيدخل النار. لما هيقول هناك الكلاب والسحرة والزنا والكذابين في أتون النار، ربنا مش بيكذب وربنا مش بيهزر، والكلام اللي بيقول بينفذ. عشان كده يا احبائي دوم على الشيطان يقول لك يا عم ده ربنا طيب، يا عم ده ربنا مش عارف، ما فيش اطيب منه. معقول دخلك النار؟ ايوه دخلك النار، دخلك النار، لانه هو كان في النار. عشان كده يا احبائي كل انسان غير امين في اي حاجه ربنا اداها له يقول عنه الكتاب، لان ليس خوف الله امام عيونه. انت ليه مش امين؟ عشان انت مش خايف من ربنا. انت ليه ماشي شمال وتعمل مبادئك؟ عشان مش شايف نار جهنم قدامك. لو شايف نار جهنم قدامك امشي زي الالف. نار جهنم النهارده شغال، احنا في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها دي النار شغال والناس بتتعذب. لكن ليه الناس بتعمل زي ما هي عايزه ومش امينه؟ لان ليس خوف الله امام ايه؟ امام عيونهم. يعني ايه مش بتصلي؟ انت مش خايف؟ انت مش خايف انك انت بتصلي وانت بتتوه؟ بتصلي وانت نايم؟ بتصلي وانت ما بتقفش من الصليب وتقول يا بدر لازم وانت نايم على سبيلك؟ ده الملائكه ترتعد امامك، ده الشاروبين والسارفين بجناحين يغطون ارجلهم، بجناحين يغطون وجوههم، ويطيرون باسنانهم ويقولون قدوس قدوس، واحنا نايمين بنصلي. انت مش خايف؟ مش خايف من وقفتك امام الله؟ احبائي واحد من القديسين اسمه الأنبا خراب السودياني قال: من يترك ذهنه إلى السرحان يهين الله، يهين الله. لما تترك ذهنك سرحان في الصلاة أنت بتهين ربك. لما تشتت ذهنك ولما تكون متسيب في الصلاة ولما تكون بتكر الصلاة كره ولما تقول يلا عديها أنت بتهين الله. خليك أمين في صلواتك لإلا تخاف من الله يا أحبائي. عشان كده يا أحبائي تعالوا شوف دانيال النبي إزاي كان أمين في صلواته. دانيال النبي، دانيال النبي قال لأني وجدت أمينا أمام الله، صدر أمر من الملك كل من يصلي علنا فيلقى في اليوم الرسول. كل الناس قالت يا عم يا ربنا في الجنة، واللي قال نصلي ونكفر الابواب والشبابيك. انما دانيال الوحيد قال ايه؟ فتح ابواب وسجد لإله ثلاث مرات. فتح القوه، فتح الشبابيك، فتح الابواب، وقعد يسجد لربنا ثلاث مرات في اليوم. مش خايف يا دانيال؟ ابدا ما خافش ابدا. بيني وبين ربنا عهد، لازم اصلي الفجر والغروب والنوم. يا دانيال في اجل الرسول لازم مع الله. وفعلا يا احبائي ده احنا لا علينا جنب رسول ولا علينا سيف رجبتنا ولا بنصليش ابدا. نخجل يا احبائي، نخجل من اللي بيعملوه القديسين. انما يا احبائي دانيال قاعد يسجد وعارف المؤامره دي ليه هو، لان يقول لك لم يجدوا فيه عله الا من جهه الهه. يبقوا امين في كل حاجه، امين في القصر، امين في عمله، امين في شغله. قالوا عايزين نمسك عليه حاجه، مفيش حاجه ممكن نمسك عليه الا الصلاه. وفعلا اول ما صلى علنا مسكوا الملك وحطاه في جب الاسود. وجاء الملك واقف جنب جب الاسود يقول له ايه؟ يا دانيال يا عبد الله
إذا يا أحبائي عايزين نخاف، لولا الخوف مش هيخلينا نكون أمناء أبدا. يعني إيه أنت مش خايف؟ يعني إيه أنت مؤمن في حياتك الروحية؟ يعني إيه أنت تشوف زي ما تشوف زي ما بدأت يعني؟ تشوف أي حاجة، تتفرج على أي حاجة، تتكلم مع أي حد، تشتم، تجيب سيرة الناس، تنم، تقطع على الناس، تكذب، مش عارف تعمل إيه؟ كل ده عارفين ليه؟ لأنه ليس خوف الله أمام عيونهم. فالنهاردة لما عارف إن الكلام البطال بتاخد عليه حساب، أنت تقول انقطع لساني، ولازم أقول كل كلمة ترضي الله. عشان كده يا أحبائي لو رجعنا نفسنا على الموعظة على الجبل اللي هي الهوم بتاعنا مادة 5 6 7، راجع الموعظة على الجبل. الله الطيب الذي لا يشاء أن يهلك إنسان، قال في الموعظة على الجبل إيه؟ كلمة خوف. قال كل من يقول لأخيه يا أحمق يكون مستوجب نار إيه؟ جهنم. يا ده بس لو انت نطقت وقلت لصاحبك او زميلك او اخوك او اي حد انت احمق، ده انت كده حكمت على نفسك بنار جهنم. وكلمة احمق دي يعني سوق الشتايم زي تحية يعني، ازيك عامل ايه يعني، ولا حاجة يعني. ربنا جاب يعني اخر حاجة قال لك لو قلت يا احمق يعني، يا تعال شوف احنا ندخل النار. إذا القاضي العادل الديان اللي مش بيهزر وكلامه لا يجعل الأرض أبدا، السماء والأرض تزولان حرف لا يزول، الكلام اللي بيقوله لازم ننفذه يا أحبائي. فكده يا أحبائي خايف ولا مش خايف؟ خايف إن كل كلمة بطالة سوف تعطونا عنها حسابا في يوم الدين. كل كلمة بطالة، والبابا سيد الله يعين نفسه يقول الكلمة البطالة هي التي بلا منفعة، مش كلمة بطالة يعني شتيمة، لا، اللي بتطلعها بدون أي منفعة، هتاخد عليها حساب في يوم الدين. طب اضرب كم كلمة في اليوم بطالة؟ وكم كلمة في الأسبوع؟ وكم كلمة في الشهر؟ كم كلمة في السنة؟ كم كلمة في العمر؟ كل ده هنتحاسب عليه، كل ده هنتحاسب عليه. إذا نخاف يا أحبائي، طبعا ده كله يعني بينتهي بالتوبة، لكن خليك أمين في كلامك، خليك أمين في أقوالك، لأنه لو أنت عارف إن كل كلمة هتتحاسب عليها تقول لا 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 أنا لا أنا أخلي بالي من أي كلام أقول. أظمينا الله يريح نفسه لأنه كان أمين في صلواته، يقول لك هو في اللحظات الأخيرة من حياته وهو مغمى عليه تقريبا في شبه غيبوبة، يقول لك إن هو فجأة لما قال كده وبعدين عمال يحسس تحت المخدة، بيقول له سيدنا عايز إيه في حاجة؟ يقول له عايز الأجنبية تحت أجنبية، وبيحسس تاني يقول له الأجنبية، حسس تاني فين النظارة؟ في الامان بالصبر، وده ماشي خلاص ساعتها بعد 5 دقائق حتى راسه واتنيح، عايز يكون امين لغايه اخر لحظه في حياته بانه يكمل مزاميره. عشان كده يا احبائي القديس يعقوب في رسالته اللي هو كتب رساله يعقوب يقول لك من كثره السجون ركبته يعني بقت زي خف الجبل، من كثره السجون ركبته زي خف الجبل. وبعدين يقول لك يعقوب الرسول ده مات رجما، اترجم ومات، هو مترجم يموت والحجاره فوق راسه كل همه انه يرجع ويصلي. تخيل ان يعقوب الرسول ده مات وهو ساجد وهو بيصلي والطوف فوق راسه، شوف لدرجه ايه، لدرجه ايه. يعقوب ابو الامان هو ابن اسحاق يقول لك وهو خلاص عجوز يعني على انفاسه الاخيره مسك عصايته وقعد يسجد عليه، يقول لك سجد على راسه
يعني مسك العصايه كده وحط عليها راسه. احنا يا احبائي بصحتنا وعندنا صحه بنصلي واحنا قاعدين، ونصلي واحنا نايمين، ونصلي واحنا متكلين على حاجه، ونصلي واحنا خافين رجلنا، ونصلي واحنا بنتداول. دي امانه، دي اسمها امانه في الصلاه. عشان كده يا احبائي الكتاب يقول ايه؟ فلنخف لانه مع عطاء وعد يرى فينا احد انه قد ايه؟ قد خاف. نخاف يا احبائي لان ربنا ادانا وعد بالسماء، لكن في ناس فينا هتخيب، في ناس بتكون زي الطالب الخيبان اللي ربنا تخيل طالب ادوا له الامتحان، قالوا له ده الامتحان ذاكره وهنسالك عليه ويذكر، اسمه خيبان. انه مع عطاء وعد خاب فينا ناس. ربنا اداك مادة 5 6 7، قال انت الامتحان يجي من هنا، هاسالك على باب السماء من هنا، الامتحان في يدك، حافظه ولا لا؟ تيجي على باب السماء تخيب. يا ابني الامتحان معاك، ذاكر ذاكر الامتحان معاك ولكن تخيب. عشان كده يا احبائي اللي يخلينا نكون امناء الخوف المقدس. وتاني حاجه تخليك امين هي الوزنه اللي اداها لك ربنا. كل واحد فينا ربنا مديله وزنه تختلف عن التاني. كل ما ربنا اداك وزنه اكتر فتسال اكتر، لازم تتاجر وتربح عشان تدخل السماء. انت كاب بعيدها تاني، وانت كام اول حاجه تسأل على اولادكم على باب السماء، الوزنه اللي اداها لك ربنا على باب السماء هتسأل عليه. اولادنا يا احبائي ما تزعلوش، من 14 15 سنه بيشربوا مخدرات، ما تزعلوش من كبر ايديه. بصوا على اولادكم يا احبائي، 15 16 سنه بيشربوا مخدرات وكميه كبيره جدا، هتسأل ويا ويل لو لو تجرنا وخسرنا. هنسأل عن الآية اللي بتقول فليضيء نوركم قدام الناس. هنسأل عن الآية اللي بتقول أنتم نور العالم وأنتم ملح الأرض. هيسأل ربنا يقول لك أنت كنت بركة للناس، نورت للناس، ملحت الأرض، ولا أنت بقيت عصر للناس؟ انت بركه ولا انت عصر؟ الناس شافوا فيك صورتي، الناس اشتموا فيك رائحتي ولا لا؟ فليضع نوركم قدام الناس. احبائي نسال عن الانجيل، ونسال عن الصلاه، ونسال عن صومنا، ونسال على تعهداتنا، كل ده احنا هنسال عليه. عشان كده يا احبائي لو خايف لازم تكون امين، ولازم تخاف من اليوم اللي احتجب بيه قدام ربنا. خاف من اليوم، خاف من كل يوم انت بتصلي وتقول هو ذا انا ايه عجيب ان اقف امام الديان العالي مرعوبا ومبتعدا من كثر الذنوب. ليه مرعوب ومبتعد؟ لانك غير امين. عشان كده يا احبائي فلنخف. خاف لانك انت مش عارف فاضل لك قدر ايه من عمرك. مين ضامن النهارده يطلع من باب الكنيسه؟ مين عارف انت فاضل لك كام من العمر؟ فاضل لك كام من الساعات؟ لو انت مش ضامن عمرك خاف. النهارده احنا دخلنا واحد اسمه نبيل، النهارده كان الجنازه بعد ما اتغدى الكلام كله الاسبوع اللي فات، بعد ما اتغدى وحلى من كرسي على سريره في نص السكه نايم نايم. اذا كم من العمر فاضل يا جماعه؟ كم من العمر؟ اذا لو النهارده جاك ملاك وقال لك حبيبي النهارده هتشرف عندنا في السنة، جالك الملاك تعمل ايه؟ مستعد ولا مش مستعد؟ كلامنا قاله ربنا مين؟ الغني الغني اللي قال ابني و
السهر، وأقوله للجميع أقوله لكم أيضا في السهر. عشان كده يا أحبائي كل واحد فينا يخاف ويكون عنده رجاء من هو يدخل السهر. النهارده أنت خلي عندك رجاء بأنك تدخل السماء، عشان كده تكون أمين. النهارده لو أنت نفسك على باب السماء تسمع الآية، نعم لك أيها العبد الصالح والأمين. لو نفسك بس تسمع الآية دي هتكون أمين في كل حاجة ليك، في عيالك، في بيتك، في صلواتك، في أصوامك، في عشورك، في خدمتك، في كل حاجة. تخيل معايا النهارده التلميذ المجتهد الشاطر اللي واضح في ذهنه ان عنده يوم حفله، وعنده يوم تكريم، وعنده هديه عندها له يوم تخريجه، حط امل بانه يقولوا له مبروك طالع الاول. ده ينام ولا يسهر؟ في حسر. ليه؟ لانه عارف ان في يوم تكريم، وعارف ان في يوم ربنا هيكرمه فيه. إذا أنت عارف يوم تكريم ويوم جعالة ويوم كاس ويوم أكاليم هتكون أمين في كل حاجة. إذا أنت عارف إن كل كوباية مية بتقدمها لأي حد لا يضيع أجرها في ملكوت السماء، إذا خليك أمين في خدمتك للناس، خليك أمين. كوباية المية أنت ربنا أبصهالك في السماء. تبقى تكون عايز توزع ميه، وقال في احد الاديره ان واحد راجل عجوز وكان كل ما واحد يجي ماشي يقول له اجيب لك ميه يا ابونا، يقول له لا شكرا يا ابونا، لا مش عايز ميه. والراجل الثاني اجيب لك ميه يا ابونا، والشباب طبعا يخجل ويقول له لا يا ابونا انا لازم اجيب ميه. قام يوحنا القصير كان شاب عن الراجل العجوز ده، الراجل العجوز سال يوحنا القصير قال له اجيب لك ميه يا ابونا يوحنا، قال له ايوه اجيب لك ميه. فجاب الرهبان الشباب قالوا له يا ابونا معقول العجوز ده يجيب لك ميه؟ طب ما احنا نجيب لك الميه. قال لهم لا يا احبائي، هو انا مش عايز اشرب اساسا، انا هو بيقول لكل واحد فينا اجيب لك ميه عشان متعلم من الايه كل من سقى انسان كاس ماء بارد لا يضيع اجره في ملكوت الله. فده عايز يلم اجر في السماء. عشان كده انتوا مش فاهمين الحكايه، ان هو بيلم اجر في السماء. عايز يكون امين في خدمه الربان، وعايز يدخل السماء على حسابه. عشان كده يا احبائي خدت كل الوعود اللي قالها ربنا، ان تعبكم ليس باطلا في السماء. اي تعب تتعب في الارض محفوظ لك في السماء. اي تعب ربنا عمره ما ينساه لك ابدا. لما يقول لا تكنزوا لكم كنوزا على الارض، اكنزوا كنوزا في السماء، عشان لا ياتي السوس ولا ياتي سارقون وايه ويسرقون. النهارده الناس بتحوش في الارض الا لما يجي في السماء. النهارده الناس مش بتدفع العشور علشان عايز تلم في الارض، كل هتسيبه في الارض وتمشي. وسع قبل ما اولادك يوزعوا وتشكب عليه. عشان كده يا احبائي كل صلواتك محفوظه في السماء، عمر ما حد يسرقها لك، اصوامك محفوظه في السماء، كل قرش بتدي لاي مسكين محفوظ في السماء. خليك امين، كن امينا من الموت سوف اعطيك جليل الحياه. يا احبائي عايز اقول اخر حاجه، تعال نسأل نفسنا ليه احنا مش امناء؟ ليه انا وانت مش امناء؟ كتاب يقول الرخاوة لا تمسك صيدا، يعني اي انسان متراخي في صلاته، في صومه، في خدمته، عمرك ما تمسك صيد ابدا. النهارده لو مسكت واحد يعني زناره وقعدت جنب البحر وقلت له اصطاد وقام نام، ده هيصطاد في سنه ده؟ ليه؟ لانه متراخي. وانما الامانه لا تعطي رخاوه ابدا على الاطلاق. عشان كده الكتاب يقول الرجل الامين كثير البركات. فصح، الرجل الامين كثير البركات. كلامنا على الراجل وكلامنا ايضا على الست. يعني ايه كثير البركات؟ تخيلوا ابونا ميخائيل البحيري ده،
ابونا ميخائيل المحيري ده لما كان موظف في احدى المكاتب كان عنده قلمين يحطهم في جيبه، القلم الاول بتاع المكتب والقلم الثاني بتاع البيت. لما يمشي البيت عمره ما يستعمل قلم المكتب، كان قلم كوبيا بتاع زمان. لما يجي يكتب جواب ولا حاجه يستعمل قلمه هو بتاع الكوبيا بتاعه هو. يقولوا له طب ما تستعمل الثاني، يقول لا ده بتاع المكتب عمره ما استعمله. شوف الامانه مدري ايه، الامانه تدخل السماء يا احبائي. في مره من المرات مشى المكواجي وودى القميص بتاعه عند المكواجي، وبعدين مشى ثاني يوم يجيب القميص، قال المكواجي قال له معلش يا افندي ميخائيل انه الهدوم كلها اتسرقت، وجاء حرامي نط على الدكان وكسر الدكان وسرق الهدوم، معلش انا اسف. فقال له معلش يا حبيبي بس انا عايز اسال سؤال واحد، انت القميص اتسرق بعد ما كويته ولا قبل ما تكويه؟ قال له لا يا ميخائيل افندي القميص اتسرق بعد ما كويته. قام طلع من جيبه الفلوس وقال له ايه حق المكتب، ده لو واحد تاني كان ماسك في دماغه وقال له اديني حق القميص ولا تدفعنا حق القميص. شوف قدر ايه الامانه، الامين في القليل امين فين؟ في الكثير. عشان كده واحد يجي يقول لك انت يا حبيبي بتدفع العشور، يقول لك صدقني يا ابونا اللي داخل كده اللي طالع وانا ما عنديش ومش عارف ايه، انت بس يا ابونا ادعي لي المرتب يزيد والدخل يزيد وانا افرجك يا ابونا انا ادفع لك عشور كده ايه؟ صدق الكلام ده؟ عمرك ما صدق الكلام ده، ليه؟ لانك لو مش امين في الكرشين البسيطين اللي عندك، لو اخذت ملايين عمرك ما تكون امين ابدا في الكثير، لان الامين في القليل امين فين؟ امين في الكثير. عشان كده يا احبائي يعني مثلا النهارده لما تلقى واحد ظروفه مرتاحه جدا، يا ما في ناس ظروفها مرتاحه جدا ما تدفعش عشور ولا تسال على فلوس ابدا، ويا ما في ناس يعني ظروفها ضيقه جدا لكن تدفع عشور. تعال احكي لكم حكايه عن الامانه في القليل. واحده كانت من اخوه الرب في اسكندريه من ايام ابونا تدرس يعني ابونا بشوي كان، وبعدين ابونا بشوي كان بيقول ابونا تدرس يعني النهارده تاثرت بواحده من اخوه الرب، يعني لقيت حكايه كده تاثرت بيها. قال له ايه؟ قال له الست ام فلان اللي بتجينا كل يوم بتاخد 25 قرش بتاعتها. قال له ايوه مالها؟ قال له ساكنة في العشش بآخر اسكندرية. قال له أيوة مالها؟ قال له مرة امبارح مشيت أزورها وأول ما زرتها قامت قالت لي تعال يا أبونا يعني زور عم فلان. قال له فين عم فلان؟ أخذته من يده وديته عندك. عم فلان، عم فلان كسيح وضرير وقاعد لوحده وما فيش حد يدخله. قالوا له ابونا بشوية جامع جاي يزورك. قام على حيله كده وتجفز كده وقعد يبص لابونا، قول له ابونا كتر الف خيرك يا ابونا انك بتجيب لي 12 قرش ونص كل شهر. ابونا طبعا ما بتجيبلوش، بتجي له منين 12 قرش ونص دي؟ اتاريها الست ام فلان اللي بديها ابونا 25 قرش قسمت ال 25 كل شهر 12 ونص ليا و12 ونص للراجل العجوز ده. بذمتكم احنا هنقف قدام ربنا نقول ايه؟ هنقف قدام ربنا ونقول ايه احنا اللي يعني نقول يا رب ما عندناش ندي الفقير، دي زي المراه التي اعطت من الفلسين. يوسف الصديق اللي كان امين في القليل، يوسف الصديق امين مع ابوه، امين مع اخواته، امين في راعي الغنم، امين في كل حاجه. ولما اخواته رموه في كبير ومشى يشتغل عبد عند بوتيفار، كل العبيد في القصر ما فهمش ولا ريحه الامان خالص. عشان كده امراه بوتيفار اعتقدته عبد غير امين لانه ما فيش امان، عشان كده طلبت منه الشر، ولكن هو كان امين وقال لها كيف افعل هذا الشر العظيم؟ واخطئ الى الله، وخلي بالكم خطيه الزنا كانت مش محرمه او ربنا ما قالش حرام، لسه ما قالش
انما ضميريا كده جاب تشرع عظيم ازاي يعمل امين على امرأة الكفار. دخلوا السجن وهو في السجن امين في السجن، مسكوا امانة السجن ومسكوا مفاتيح السجن وهو مسجون زيهم. والامين في القليل ربنا ايه اقامه على ايه على الكثير واصبح وزير على ارض مصر. عشان كده يا احبائي واحد يقول انا بس لو جاء عصر الاستشهاد انا اوريهم انا اقطع نفسي انا مش هسيبهم انا هموت من اجل المسيح. اذا كان انت بتكذب يا اخي، واذا كان انت مش بتدفع عشور، اذا انت كنت مش امين في صلواتك، ده يكون امين في استشهادك؟ عمر ما يكون في امين في استشهاد ابدا. عشان كده يا احبائي النهارده لما بنت تكون في بيت ابوها لا تحترم ابوها ولا تحترم امها، تشتم ابوها تعلي صوتها على امها، ما بترفعش كشايه في بيت ابوها ولا حتى تطبق بطانيتها ولا تساعد امها، بتكون امينه بزوجها دي؟ عمرها ما تكون امينه ابدا خالص. لان اي حد اي واحده بتشتم ابوها ولا بتعلي صوتها على امها نقول له يا ابن حبيبي خليك بعيد لان دي مش امينه في القليل. ازاي نقيمها على كثير؟ ازاي نقيمها امينه على زوج وعيال وبيت وكلام زي كده؟ احبائي الست العذراء مريم اللي احنا داخلين على صيامها بعد اسبوعين بنسميها الشفيعه الامينه في الجنس البشري. ست العذراء مريم امينه مما هي طفله صغيره، امينه في صلواتها وامينه في خدمتها في الهيكل، كانت تخدم الشيوخ اللي كانوا قاعدين في الهيكل. ولما ادوها ليوسف النجار امينه في خدمه يوسف النجار. ولما مشت لاليصابات امينه في خدمه اليصابات. ولما ولدت الرب يسوع امينه في خدمه الرب يسوع. ولما صعد الرب يسوع الى السماء امينه في خدمه التلاميذ والرسل. ولما شافت مقياس مسجون من غير ما حد يكلمها يقول لها مقياس مسجون، راحت البلد اللي فيها مقياس وقفت على باب المدينه سيحت الحديد كله وطلعت مقياس من السجن. امينه لانها شفيعه وما زالت ست العذراء مريم بتصلي معنا. عشان كده يا احبائي صغير النبي يقول ايه؟ اما انا فحاشا لي ان اخطئ الى الله واكف عن الصلاه لاجلكم. صغير النبي ده كان راجل امين جدا. اول ما عجز قال للناس انا مش حاجه اطلع افتقار، لكن انا اوعدكم لا اكف عن الصلاه من اجلكم. اهي دي تركب على ام العذراء مريم لانها امينه في صلواتها. وكل واحد يطلبها امينه في شفاعتها، واللي مش بيطلبوها امينه في معاهم، حتى الناس الذين لا يؤمنون بابنها اذا ولعوا شمعة قدام صورتها هي امينه معاهم. امينه في عرس قلب جميل، امينه في خدمه الناس. احبائي لولا الامانه ما فيش حد فينا يقدر يدخل السماء ابدا. تامل اكرر واعيد كل انسان مش هيسمع كلمة كنت أمين في القليل أقيمك عن الكثير ادخل إلى فرح سيدك لسه ما بعيد منهم. أحبائي خلينا أمناء في صلواتنا وفي أصواتنا وفي بيوتنا وعلى أولادنا وعلى خدمة الناس وعلى خدمة ربنا ومحبتنا للناس ومحبتنا لربنا. خلينا نكون أمناء عشان نقدر ندخل السماء لإله المجد الإكرام.